مبروك على فيلم الضيف، عايزينك تكلمنا عن الفيلم واختيارك بقى للابطال وازاي قدرت تجهز للفيلم وهو بيتصور في مكان واحد بس. لا هو هي طريقه المكان واحد ده حاجه ليها علاقه بالتكنيك اكتر، بس هو الاحداث نفسها احداث حلوه اللي بيحصل في القعده الصغيره اللي هو جاي بيتعرف فيها. هو بنت بتعرف اهلها ابوها ومامتها بالولد اللي عايزه تتجوزه، فهو جاي البيت يتعشى معاهم ويتكلموا ويتعرفوا على بعض. بيحصل احداث كتير قوي في البيت الناس مش تبقى متوقعاها وحاجات الناس بتبقى ممكن تتوقعها، حاجات مختلفه وبتتعرفي على شخصيات اكتر وبتعرفي كل واحد وجهه نظره عامله ازاي، والحوار اللي بيدور ما بينهم حوار جميل وانترستنج جدا. يعني كتير الابطال خالد صاوي، شيرين رضا، جميل عوض، واحمد مالك. لا انت عادي يعني قريت الورق، بعد ما قريت الورق بتشتغل اكتر على الشخصيات، بعد ما بتشتغل اكتر بتبتدي تحدد انت شايف مين يعمل الدور ده مين يعمل الدور ده، تقعد معاه تكلم معاه، لو حسيت ان هو ده فعلا اللي انت عايزه تشتغل معاه. وهم كلهم اوريدي يعني اشتغلت مع جميله ومالك قبل كده، خالد وشيرين اعرفهم بشكل شخصي وبحترم شغلهم، ما كانش محتاج مجهود مني ان انا ابقى عارف هم هي ولا مش هم. بالعكس الفيلم ده بالذات الشخصيات كانت راشقه في مكانها من غير ما افكر في احد، في شخصيات مختلفه يعني كل دور كان ليه ممثل واحد هو ده كان اختياري. في اخبار كتير عن الفيلم قبل ما ينزل، الرقابه اتاخرت في ان هي تصدر ان الفيلم ينزل، بيقول في مشاكل في مواضيع شائكه، ايه رايك فيه؟ الفيلم الرقابه جت شافت الفيلم بعد شويه، يعني هو ده كان خدوا وقت شويه في كده وما شالوش من الفيلم ولا حاجه، فما اقدرش ما يبقاش عندي اي كومنت على الحكايه. بالعكس انا مبسوط ان هم جم شافوا وما شالوش حاجه، دي حاجه حلوه. هنتكلم عن ان بعض الاخبار بتقول ان الفيلم قصه حياه الكاتب ابراهيم عيسى، دي حقيقه؟ قصه حياته خالص ملهاش اي علاقه بيه، ده واحد جاي يتعرف على واحده بنت بتعرف اهلها على واحده، مفيش اي حاجه ليها علاقه بابراهيم عيسى خالص.